العبس. الكلام ده ما قلته حصل لانه حصل ذك اي واحد. الكلام ده انا قلته حتى في اجتماعات الداخليه بقوله دائما انه التطبيق الخاطئ للقانون ده هو بيبقى محل ابتزاز ومحل تشهير. يعني زول يجي يوقفوا عربيه مظلله، اول حاجه التجسس ممنوع محرم. التجسس مش التجسس على الاعداء، التجسس على الخصوصيات. الزول جوا بيته جوا ستره مباح ليش؟ ما في يسأله، ما في يرد عليه في سكنه ولا بيته. فجأة يجوك مقتحمينه، تلاقي الأمر تفتيش،